السلام عليكم. خلينا نتكلم عن الحاجة التانية اللي ممكن تخلي الشاب ان هو يروح لكمال الأجسام. ايه اللي بيخلي الشاب ان هو يروح لمجال كمال الأجسام؟ هو حاطط عينه على حاجتين اتنين: الشهرة، ما يبقى مشهور، وان هو يكون معاه فلوس، وان هو مش عارف. يعني دي حاجة غريبة جدا ان هو يسيب البلد، يعني تبقى وسيلة ان هو يسافر، يروح من البلد دي للبلد دي للبلد دي على حس البطولة. تمام. مش عارف دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة اصلا. المفروض يعني الواحد موجود في بلده فهو حابب ان هو يبقى موجود فيها ومش عاوز يطلع منها. او يعني لو طلع يطلع سياح، الناس اصلا عايزة، يعني مش عارف، عايزة تمشي وما تجيش تاني. فبقول لك يلا يا عم نروح امريكا، ولا نروح مش عارف، يعني مش عارف ايه يعني اللي عندهم او ايه اللي عندنا يخلينا اللي احنا نمشي من بلدنا. او المفروض ان دي حاجة مش كويسة اصلا. انت بلدك يعني هي تبقى المفروض ان هي افضل شيء ليك، انت اتولدت فيه واكتر حد بيساعدك وبيديك فرصة، لكن يعني ده سبب من اسباب اللي الناس عايزة تمشي، فهي واخدها وسيلة. فيقول لك انا دلوقتي راجل عندي 20 سنة او عندي 22 سنة، عندي 25 سنة، تمام، بالعقل كده يقول لك خلاص انا مش نافع في كرة القدم، انا مش نافع في رياضة مثلا زي السباحة. انا مش الرياضات كلها بتبدأ من سن 6 سنين، من 4 سنين، تمام. يعني الرياضات كلها بتبدأ من سن صغير جدا، يعني خلينا نقول زي السباحة ديت، يعني ممكن تبدأ من 3.5 لغاية لما تبقى مثلا تخش فريق مثلا عندك 10 11 سنة. تمام. فمثلا لعبة زي التنس برضك بتبدأ فيها من سن صغير. لعبة، أي لعبة، أي لعبة بتبدأ فيها من سن صغير. فعشان يعني يبقى معاك اللعبة دي تقدر تصرف عليك، لأن دلوقتي عشان ما نضحكش على بعض، الواحد ما بيفكرش في الرياضة كرياضة بس. هل تفكيرنا دلوقتي في الرياضة رياضة بس، ولا تفكيرنا في الرياضة كبزنس كفلوس؟ دي الفكرة، هي دي المشكلة، هي دي اللي احنا اللي الجيل ده بيعاني منه دلوقتي. زمان كان يقول لك يا عم هطلع اجري شوية، هطلع اتمشى شوية، هطلع اعمل رياضة. يا عم انت عاوز تبقى ايه؟ مش عم بعمل رياضة لصحتي، لنفسي، مش الفكرة. يعني دلوقتي لا، ايه اللي هيجيلي من الرياضة دي؟ ايه اللي انت فاهم؟ يعني بقى الحساب كده. يعني حتى يعني في واحد مثلا ممكن لو هو شايف ان هو مش هيستفاد بالرياضة، مش هيلعب، مش هينزل جيم، مش هينزل يتمشى، مش هينزل يجري. هو خلاص، هو يعني هستفاد ايه يا عم؟ هتجري يا عم يا ناقصة يا عم، اقعد. انت فاهم؟ بعد كده يجيله امراض، طبعا حاجة مرض ان حياتك تمر من غير رياضة ومن غير من غير ما يعني ربنا ادانا الجسم، لازم العضلات دي لازم تتمرن، لازم عشان ما تبص مننا. يعني لازم في تمرين للعضلات بتاعتنا زي ما في تمرين للروح بتاعتنا. تمام. فالرياضة دي شيء مهم جدا، شيء مهم جدا في حياتنا. ما ينفعش الجسم يتنيه ياكل ويشرب ويركب العربية ويروح المكتب ده يموت، يمرض. تمام. لازم ده يحصل. يعني الرياضة مهمة جدا. فخلينا نشوف ان الشباب بيفكروا ازاي في لعبة كمال الأجسام. هما بيفكروا فيها ان هي تبقى وسيلة ان هما يخرجوا برا البلد، ان هي تبقى وسيلة. الله أكبر الله أكبر. إن هي تبقى وسيلة للشهرة، تاني حاجة. طيب هل هو مش عارف الأضرار بتاعتها؟ عارف الأضرار بتاعتها، وبرضك زي ما يقول هي دي بقى الحتة اللي احنا بنتكلم فيها. ما تيأس من رحمة ربنا، ما تقولش لا هي دي الحاجة اللي كانت أنا عارف جسمي، أنا جسمي كويس، أنا عارف الجينات بتاعتي، أنا كنت هوصل، أنا إيه اللي خلاني اللي أنا لا يا عم، ده مجالي، ده دي حتتي، انا هكمل فيها، انا هوصل، انا عارف انا هعمل ايه. ويجي يتفاجئ، يخش ياخد الكورس الهرمون ويجي يطلع على المسرح، فيلاقي نفسه تايه، يلاقي نفسه وسط ناس زيه بالظبط واحسن منه، ويلاقي نفسه ما خدش حاجه، يلاقي نفسه الفلوس اللي دفعها الكورس الهرمون خسرها، ما فيش شهره، ما فيش اي حاجه، لان الناس اللي واقفه على المسرح اجمد منه بكتير. وتلاقيه جاله إحباط، والموضوع اتحول من إن هو راجل عايز شهرة لراجل يعني تعبان مريض نفسي من الفلوس اللي صرفها،
ولا خد ده ولا خد ده، ومجرد ان هو بيقعد شهر شهرين خلاص جسمه نزل، فهو خسر كل شيء، خسر كل شيء. يعني اصلا الكلمة بشعة، الكلمة بشعة، استثمر في جسمك. واحد بيقول لك انا بستثمر في جسمي، يعني ايه بتستثمر في جسمك وانت ايه؟ طب يعني عن النسوان فاهمينها، واحدة بتستخدم جسمها كوسيلة للأكل العيش أو بالحرام طبعا أو لإغراء الناس أو كده، الراجل برضك استثمر في جسمه. ايه يا عم الحاج تستثمر في جسمك؟ اديها هرمونات، فحاجة غير أخلاقية. يعني استثمر في عقلك يا أخي، استثمر في عقلك، بلاش نستثمر في جسمنا. مش حاجة يعني حاجة ما تليقش بينا كمسلمين أو كبني آدمين.